Welcome back to نشوف مع بعض quiz 5. The food in the canteen. اللي بالعربي بنقول الكانتين بتاع المدرسة مثلا. Okay? The food is quite good. يعني quite good يعني fairly good. يعني كويس إلى حد ما. يعني quite درجة متوسطة ما بين إن هو مش وحش مش كويس قوي وإنه يكون مثلا حلوة قوي جدا completely to a great extent. لا في درجة في النص كلمة نوعا ما أو إلى حد ما نقول quite good أو fairly good. Quite هنا is an adverb. صح كده؟ An adverb. حال ممكن تستخدمه قبل الadjective good. بينما quiet شايف الفرق في الspelling. Quiet لا. Quiet is an adjective. صفة معنى هادئ. Quiet. أخذت منها الadverb quietly بهدوء. أما quit لا. The verb quit معنى stop doing something. لو إحنا بنلعب لو إحنا بنحاول لو إحنا نشتغل we quit يعني we stop doing this. لو إنت بتشتغل في شغل معين أو وظيفة ما you quit it يعني you leave your job and look for another one مثلا. إنما نرجع مرجعنا الأساسي quiet quiet والفرق في النطق كمان واضح تخطفها quiet quiet كأدفرب يعني fairly أو somehow إلى حد ما وتصدق الأدجكتيف يعني تحطها مكان very صح إنما quiet هادئ دي في حد ذاتها adjective. Encourage and depress are antonyms, opposites لبعض. You encourage someone, شجعه. You depress him, تحبطه, تكئبه. في مجال الاقتصاد والبزنس, to encourage يعني تقوم ب ما يؤدي إلى رواج وتشجيع هذه الصناعة أو هذه التجارة you encourage it تشجعها you depress it يعني بتكلم بقى عن ظروف معينة تؤدي إلى كساد وركود هذا النشاط to depress it يعني تصيبه بالكساد والركود لأن أخذنا منها expression مهم اسمه depression economic depression يبقى depression مش بس معناها الاكتئاب اللي يصيب شخص ما لا في مجال الاقتصاد والتجارة الديبرشن يعني الركود والكساد الرهيب يبقى هنا encourage و depress يعتبروا طبعا antonyms أو مضادات أو opposites لبعض number three it might be obvious to you but it isn't to me هذا الأمر قد يكون واضحا بالنسبة لك شيء ممكن يكون واضح بالنسبة لك لكن بالنسبة لي هو مش واضح خالص ماشي The antonym of obvious عكس برضو The opposite of obvious is ambiguous Ambiguous يعني غامض Vague خدنا في unit 2 Vague V-A-G-U-E يعني not clear enough Not clear enough We are considering buying a new car احنا بنفكر نشتري عربية جديدة دبعنا We are considering buying a new car To consider doing with ing. To consider doing something. لازم بعدها gerund. ing form. تستطيع استبدالها بالسينونيم بالمرادف ليها regard. يعني ممكن تقول we are regarding buying a new car. Regard هنا مش معناه يعتبر. لا. Regard هنا معناه أنا بفكر أعمل شيء معين. يبقى consider doing something أو regard doing something يعني بفكر أقوم بهذا الأمر أو أعمل هذا الشيء زي ما يقول أنا بفكر أسافر I'm considering traveling abroad أو I'm regarding traveling abroad لازم يجي بعد منه ING form I hadn't had enough sleep and so I felt a bit grumpy ما كنتش نايم كويس وعشان كده كنت grumpy أوي grumpy Grumpy means in a bad mood لما الواحد يكون nervous ويتنرفز ويتوتر على أقل حاجة فهي is grumpy أو very nervous and irritable
يعني سهل الاستثارة أو النرفزة، نرفز بسرعة. The characters in the book are stereotypes of upper class aristocrats who lived in this country 100 years ago. الشخصيات اللي في هذا الكتاب أو هذه القصة يعني تعتبر stereotypes، تعتبر نماذج أو صور نمطية بتجسد الأرستقراطس، upper class aristocrats، الطبقة الأرستقراطية اللي كانت عايشة في هذا البلد من 100 سنة. أشكال نمطية وقوالب نمطية محفوظة وثابتة وراسخة عن هذه الشخصيات اللي كانت عايشة في قديم الزمن. Perhaps it's time to try a new course of treatment. بتتكلم ربما مع مريض والظاهر ان العلاج الدواء او العلاج الذي يتناوله مش مؤثر، مش عامل مفعول، يمكن حان الوقت ان احنا نغير العلاج دوت بعلاج تاني. A new course of treatment يعني مجموعة من الأدوية الجديدة. A course of treatment، طبعا ما مش هستخدم cure هنا هو، لان cure معناه الشفاء، شفاء من مرض ما، لكن التريتمنت يقصد العلاج وأنماط العلاج وأدوية اللي احنا بناخدها، طرق العلاج وأساليب العلاج، ده التريتمنت. مش كده بقول a course of treatment، كورس علاجي أمشي عليه. The students will be playing tennis on court number 4. Court number 4، سيدي الفاضل احنا قلنا في رياضة التنس، فالتنس كورت هو ملعب التنس نفسه، نسميه تنس كورت. Their football team usually lose in the first round of the competition. الفريق بتاعهم دايما بيخسر في الدور الأول ويخرج بدري بدري من ال competition المسابقة. The first round، الدور الأول. My sister is never impatient. عمرها أبدا ما كانت غير صبورة معي. The opposite to patient, impatient. زي ما احنا شايفين. عمرها أبدا ما كانت غير صبورة، بالعكس دي كانت دايما بتقعد معايا تساعدني في الهومورك وفي أي حاجة واقفة معايا، وكانت تتحلى بالصبر الشديد. يبقى عمرها never ما كانت impatient أبدا، يعني معنى كده إن she is always patient. She is patient، يبقى she is not، she is never impatient. الopposite. Tariq worked very hard for many years and has recently qualified as a doctor. الراجل بقاله سنين شغال وبيذاكر وبيتعب، ومؤخرا ربنا كرمه الحمد لله، he has qualified as a doctor. تأهل وتخرج من كليته وتأهل للعمل كطبيب. For a child from the suburbs، احنا عارفين كلمة suburbs خدناها بمعنى الضواحي، ضواحي المدينة، يعني المناطق المتطرفة اللي على حدود المدينة ديت، مش في وسط البلد زي ما بنقول، الضواحي. The suburbs. For a child from the suburbs, a trip to the capital city is a marvelous experience. يعني تجربة رائعة بالنسبة له. The stock market فول، الانهيار الشديد اللي حصل في سوق البورصة، الستوك ماركت، البورصة، has shaken the confidence of most investors in this company. يعني هز ثقة المستثمرين في الشركة دي. بورصة وحصل انهيار في أسهم الشركة، ده معنى السنتنس. فلما حصل الانهيار الشديد في أسهم الشركة ديت، المستثمرين اللي كانوا حاطين فلوسهم في الشركة دي، ثقتهم في الشركة أكيد has shaken. So this fall has shaken the confidence of the investors. ثقة المستثمرين في الشركة. She pretended to be poor in order to obtain free of charge hospital treatment. تظاهرت بالفقر، معيش فلوس وما عنديش فلوس، علشان ايه؟ لكي تحصل على obtain، يعني اتفقنا get، تحصل على free of charge
hospital treatment, علاج مجاني. صعبت عليهم فوافقوا ان هم يعالجوها مجانا, free of charge. I feel hopeful that we will find a suitable house very soon. I feel hopeful that, يعني يراودني الأمل, أنا عندي أمل. بلما أقول I'm hopeful, لا I feel hopeful that, يعني أنا عندي أمل إن نحن هنلاقي مسكن أو بيت قريب قوي. Very good. Number 16. The release of prisoners. الإفراج عن مين بقى؟ عن الprisoners دولت ربما مسجونين أو ربما أسرى حرب, ربما مجموعة من الأسرى, لأن عندنا prisoners يمكن أن تستخدم بعدة معاني حسب سياق السنتنس. Remains an obstacle. يظل عقبة an obstacle in the path of, على طريق تحقيق البيس تريدي. انت عارف ان البيس تريدي يعني معاهدة او اتفاقية السلام, يعني الظاهر ان في شروط محطوطة علشان تتحقق هذه الاتفاقية او المعاهدة, ومن ضمن الشروط دي الافراج عن, هنا اكيد معناها الاسرى, في دولتين عايزين يعملوا معاهدة سلام يبقى في اسرى ما بين الدولتين دولت. الافراج عن الاسرى هل ده شيء سهل؟ ربما دولة منهم مش عايزة, علشان كده ده يظل عقبة في طريق تحقيق البيس تريتي, معاهدة السلام او اجراء معاهدة السلام او اتفاقية السلام دي. As a writer and a philosopher, ككاتب وفيلسوف مشهور, he has inspired many generations of youth. حفزهم وألهمهم, كان يعتبر مصدرا للدافع والحافز والإلهام لكثير من الشباب بأفكاره طبعا. One of my friends was awarded a scholarship. بدل ما أقول won a scholarship على طول, won a scholarship, was awarded a scholarship to the University of Columbia. منح, نال, فاز بهذه المنحة الدراسية. You can say won a scholarship or to be awarded a scholarship. It was obvious to everyone that the child had been badly treated. كان شيء واضح للجميع. Obvious. كان واضحا للجميع. إن هذا الطفل ربما إنه لقى معاملة سيئة. Had been badly treated. The youngest child often has a special place in the parents' hearts. آخر العنقود, طفل صغير خالص دايما بيبقى له مكانة معينة, مكانة خاصة, a special place, مكانة خاصة in the parents' hearts. يعني دايما بيبقى له معزة اكتر من اخواته الكبار. سبحان الله, دايما الطفل الصغير خالص واخر العنقود كده. اوكي, نمبر 21, ونقول tourism generates income for local communities. local communities اللي هي المجتمعات المحلية الصغيرة, البيئات التي يمكن ان يكون فيها عوامل جذب سياحية, السياحة بتدر عليهم دخل كبير. اتفقنا ان احد معاني generate مع electricity, بتقول generate electricity, يولد كهرباء. مع الانكم دخل, ما بقولش يولد دخل او يدر عليهم دخل, يجلب لهم دخلا كبيرا, ده معنى generates income. It took to answer the questions. طيب استغرق الامر. It took, عايز تقول a long time, وقتا طويلا, صح, a long time. الادفرب quite اللي اشرنا الى معناه, يعني
نوعا ما او الى حد ما. لما يجي معاه الا ما ينفعش احط الا قبل منه. دي سبيشال كيس خاصه بكلمه كوايت. سبيشال كيس خاصه بيها هي بس. ها ما ينفعش اقول ا كوايت. كوايت ا مش ا كوايت. It's a special case خاصة بالadverb quite. لما يجي معاه a عايز أقول a long time. أقول a quite long time ولا quite a. لا always say quite a. Quite a مش a quite. Quite a long time مش a quite long time. وطبعا this is a big mistake لأن as an adverb quite spelling تاعها Q-U-I-T-E اتفقنا مش E T لأن E T ده ال adjective quiet يعني هادئ يبقى لا تستخدم أساسا في هذا السياق. We all encourage him to work hard. إحنا دائما بنشجعه كلنا إنه يجتهد ويعمل حاجة لنفسه make something of himself يعني يحاول نجاح. تعمل من نفسك حاجة كويسة. تعمل من نفسك حاجة كويسة يعني تعمل من نفسك إنسان ناجح. أن تكون إنسان أن تنجح. Try to make something of yourself. يعني حاول تكون حاجة كويسة في المستقبل. A good أو a successful person. A successful person. يبقى try to make something of yourself. يعني try to be a successful person. إنك تعمل من نفسك حاجة كويسة. إنك تكون حاجة كويسة في المستقبل. Her ambition. طموحها. Her ambition was to become an established author. كان عندها طموح انها تبقى an established author. Author احنا عارفين يعني مؤلف او مؤلفة. يعني هي كانت تطمح ان تكون في المستقبل مؤلفة. مؤلفة ايه؟ An established author يعني a famous one. لما تسلم الadjective established قبل أي job, an established writer, an established businessman, an established engineer, doctor, يعني a famous one who has a good name. أخذت من الإكسبرشن ده, يعني أنت هنا مستخدمها كadjective, an established author, an established businessman, يعني a famous author, a famous businessman. أنا بستخدمها لشخص famous وله اسمه. أنا أخذت منها الverb, أقول لك إيه؟ She established herself as a writer. He established himself as a businessman. يعني عمل اسم كبير كرايتر أو كبزنسمان أو دكتور. واحد بيظهر الأول ثم يجتهد عشان يعمل لنفسه اسم كبير. To establish himself as a businessman, as a writer, as a doctor, أين كان. عشان ينجح ويتشهر ويعمل نفسه اسم كبير. فلما ينجح ويتشهر ويعمل نفسه اسم كبير أصبح An established writer, businessman, doctor. يعني a famous doctor. الناس كلها تعرفه وتسمع عنه. يبقى استخدم adjective established كأنها famous. Okay. The charity conducted a survey of people's attitudes to the disabled. عارفين charity يعني جمعية خيرية وكيف أنها قامت به. انت مع noun survey بنفكر بعض ان احنا ممكن نستخدم verb conduct او do. Conduct او do. To do a survey او to conduct a survey يعني يقوم باستطلاع people's attitudes اراء الناس وانطباعاتها ومواقفها تجاه ال disabled المعاقين. So do a survey or conduct a survey يعني يجري استطلاع لاراء الناس. That's all بالنسبة لكويز 5. Let's take a break. خش على كويز 6 على طول. Thank you very much.